جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تضع العباءة على كتفيها عند الصلاة أم يجب وضعها على الرأس علما بأنه لا يوجد رجال أجانب عندها؟ الأمر في هذا واسع، إن وضعتها على كتفيها أو وضعتها على رأسها فكل ذلك إن شاء الله جائز، المهم أنها تستر نفسها ولا يظهر شيء من بدنها وأعضائها في الصلاة ما عدا الوجه، فإن الوجه لا بأس بكشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها، وإن كان عندها رجال غير محارم فإنها يجب أن تغطي وجهها لأنه عورة في النظر لا عورة في الصلاة. نعم.